توسعت في الأيام الأخيرة دوائر الانتقادات الحقوقية للقضاء العسكري اللبناني بعد سلسلة استدعاءات لمواطنين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو التعبير عن الرأي، وهو ما رفضه ناشطون خلال وقفة احتجاجية خصصت للغاية. نحن عم ننزل نقول كل يوم حننزل، امبارح كنا حد العدليه واليوم هون وبكره حنكون بكل المطارح وهلا رايحين على المحكمه العسكريه لنقول للقضاة انه كل هالمحاضر اللي عم يمضوها تحت التعذيب والضرب هذه محاضر باطله، ولنقول للاجهزه الامنيه لمخابرات الجيش للجيش الثوره ما ضدكم، الثوره عم تطالبكم بحقوقكم قبل حقوقها، ما توقفوا ضدها بهالطريقه هاي، ما تعملوها بهالطريقه وما تلبوا التعليمات اللي فيها مخالفه للقوانين ومخالفه لحقوق الانسان. استدعاء مدنيين للمثول أمام الأجهزة العسكرية والحديث عن التعذيب خلال التحقيق يضعها الناشطون في سياق تآكل الحرية التي يكفلها الدستور. نحن ببلد ديمقراطي عم نشوف انه الشعب ما بقى بحق له يحكي، مش مقبول كل عمر الاحزاب تحكي، هلا الشعب نزل يحكي، عم بيطالب بدوله مدنيه، دوله القانون، دوله محاسبه الفاسدين، ونحن بالطريق. احنا بال 2020 اللي بينزل على الشارع ينلقط وينحط بالحبس، والفاسدين والسارقين يلي كلنا بنعرفهم قاعدين ببيوتهم امنين. تقول هيومن رايتس ووتش إن لبنان الذي كان ملاذاً للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي لم يعد موجوداً، وتتحدث عن استدعاء 29 شخصاً على الأقل بين تشرين الأول وآذار المنصرمين لتهم تتعلق بإبداء الرأي. يقول هؤلاء المعتصمون إن الاعتقالات في صفوف المواطنين الذين شاركوا في الحراك الشعبي بدأت تأخذ منحاً تصاعدياً وممنهجاً في الوقت الذي ينأى البلد تحت انهيار اقتصادي تسببت به سوء الإدارة السياسية التي يعترض عليها هؤلاء المعتقلون. ليال خروبي، قناة اليوم، بيروت.